بعد أن كلف مجلس النواب فتحي باش آغا بمنصب رئيس الوزراء، أصبح الأخير مطالبا بتشكيل حكومة تمثل كل ليبيا حتى تتمكن حكومته من نيل الثقة وتمارس مهامها على كافة التراب الليبي. حكومة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف وبشراكة وطنية حقيقية من جميع كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة. خيارات صعبة ومعقدة وتوازنات عديدة يجب أن يضعها باش آغا في عين الاعتبار، فالكل يريد حصته من الحكومة حتى لا يضع العصا في العجلة. فرقاء سياسيون وأطراف عسكرية وتحالفات قبلية ومناطقية يشترطون تواجدهم أو من يمثلهم في الحكومة. اللي خليها تطلع بشكل كويس هو هيكل مناسب لهذه الحكومة، ستكون مستوى الأول هو مستوى السيادي في من 4 إلى 5 إلى 7 وزارات، والمستوى الثاني تتحول فيه الوزارات الأخرى إلى هيئات معنية بوضع الاستراتيجيات والتنفيذ يعطى للبلديات. باش آغا بدأ بالتحرك الفعلي من خلال لقاءات مع رئيس وأعضاء مجلس الدولة وبعض قادة كتائب مصراتة، قبل أن يتوجه شرقا باتجاه بنغازي والقبة ليلتقي رئيس مجلس النواب وبعض القيادات هناك. أيام قليلة متبقية أمام فتح باش آغا حتى يشكل توليفة ترضي جميع الأطراف، ولكن يبقى السؤال، هل سينجح في صنع توازن بين الكفاءة والمحاصصة المناطقية والسياسية؟ منير الأشهب، طرابلس، العربية.